للوقوف على تفاصيل مؤتمر بغداد معنا من منطقة البحر الميت مراسل المملكة معاذ الحنيطي. صباح الخير لك معاذ، أهلا بك في صباح المملكة. بداية، ما هو جدول أعمال المؤتمر لهذا اليوم؟ نعم حمزة، صباح الخير لك وصباح الخير لانتصار. بالفعل يعني سيلتئم مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون بنسخته الثانية هنا على ضفاف أو شاطئ البحر الميت. جدول أعمال مليء بالملفات المهمة، ملف الأمن الغذائي، ملف الأمن الدوائي من أبرز ما سيناقش على جدول الأعمال. أيضا نتحدث عن أمن الطاقة، نتحدث أيضا عن ما سيطرح في هذا الاجتماع وعلى جدول الأعمال عدد من يعني مناقشة عدد من التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم والعالم بشكل عام على الصعد كافة. سيكون هناك اتفاق دولي ما بين الدول المشاركة في عدة ملفات، لا سيما الملفات الأمنية والاقتصادية بحسب المصادر. يأتي انعقاد هذا المؤتمر بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني وقرار انبثق عن مؤتمر بغداد بنسخته الأولى التي عقدت في بغداد. يشارك في هذا المؤتمر بحسب ما رشح حوالي 12 دولة، وهي الأردن، مصر، العراق، قطر، الإمارات، البحرين، عمان، السعودية، الكويت، إيران وفرنسا وتركيا. طبعا من المحتمل بدء وصول الوفود المشاركة يعني منذ هذه الساعات وقبيل انعقاد القمة التي يعني بحسب المصادر قد يكون انعقادها ظهيرة هذا اليوم هنا على ضفة البحر الميت. إذا ما تحدثنا عن التمثيل على مستوى القادة، سيكون تمثيل على مستوى القادة لفرنسا ومصر والعراق وقطر، أما باقي الدول سيكون التمثيل على مستوى وزراء على مستوى وزراء الخارجية. طبعا هذا المؤتمر يعني أهمية هذا المؤتمر تأتي بانعقاده هنا في منطقة البحر الميت، مؤتمر مهم جدا لبغداد ومهم جدا لكل دول المنطقة. يعني إذا ما لاحظت على جميع الدول المشاركة سيكون هناك الكثير من الملفات التي ستطرح على الطاولة في مختلف المجالات، سواء المجالات التي ذكرناها كالأمن الغذائي والدوائي والطاقة، أو في ملفات المنطقة وملفات الإقليم وملفات العالم التي بدأت شائكة بعد ما يشهده العالم والإقليم من تطورات وانعطافات حادة. يعني أيضا من الجدير بالذكر هنا أنه سيكون هناك عدد من الضيوف ومن سيحضرون الجلسة الافتتاحية بصفة ضيوف أو مراقبين. وأما إلى ذلك نتحدث عن جامعة الدول العربية، نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي، نتحدث عن الأمم المتحدة، عن الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي والكثير من المنظمات العالمية. هذه فرصة يعني لمناقشة جميع الأمور. العراق ينظر أيضا إذا ما ذهبنا إلى الجانب العراقي باهتمام لهذا المؤتمر الذي يعقد في الأردن، ولعل ما جاء في نشرتنا من تصريحات لرئيس الوزراء ولوزارة العراقي ولوزارة الخارجية العراقية، رئيس الوزراء محمد السوداني وصف هذا المؤتمر بأنه يعني منصة مهمة للعراق لعرض الأولويات الاقتصادية والخدمية المهمة للعراق وسبل دعم هذه الدول للعراق في هذه الاتجاهات. أيضا الخارجية أكدت على هذا وأكدت على أن العراق والحكومة العراقية مقتنعة بأمن واستقرار المنطقة وأن يعود العراق إلى دوره المركزي والمحوري في المنطقة ونظام الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وأن يكون له دوره الفاعل في الحضن العربي وفي الإقليم بشكل كامل. هذا بالنسبة للمؤتمر. حمزة، أيضا أحب أن أضيف هنا لك ولانتصار بأنه أيضا تشهد المنطقة من مطار الملكة علياء الدولي وصولا إلى هنا إلى منطقة
الفنادق على شاطئ البحر الميت ومنطقة قصر المؤتمرات، تواجد أمني كثيف، أيضا تنتشر الدوريات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأردنية. وكانت القوات المسلحة قد أصدرت في وقت سابق بيان أكدت فيه بأنه سيتم توزيع يعني قواتها العسكرية على الطريق من أجل انعقاد مؤتمر بغداد، تجهيزات أمنية وعسكرية ودبلوماسية على قدم وساق تقوم بها الأردن لاستقبال هذا المؤتمر. من منطقة البحر الميت مرسل المملكة معاذ الأحنيطي، شكرا جزيلا لك، سنكون معك خلال الساعات المقبلة للوقوف بشكل موسع حول آخر تطورات هذا المؤتمر.